الخوت احنا جبنا لكم واحد مشروع مربح جدا كما كتشوفوا معايا، مشروع ديال مسدس الشجاد اللي كيعدلوا به الزرابيه الاخوان كما كتشوفوا. هذا المشروع هذا مربح جدا، خليكم معايا في الفيديو حتى النهايه، غادي تشوف معايا الديتاي ديال هذا الفيديو هذا وهذه الاله الرائعه صراحة اللي مربحه جدا، اي واحد يقدر يبدا بها. اذا ما تنساوش تدعمونا باشتراكات القناه وكذلك تفعيل الجرس باش يوصلكم ديما جديد بخصوص القناه ان شاء الله. ويلا نبداو تشوفوا معنا هذه الاله الرائعه جدا. اخوان نبداو على بركه الله، كما كتشوفوا نبداو بالثمن ديال هذه الاله الرائعه الايجيريه اللي قلنا لكم اللي هو المسدس لصناعه الزرابي او السجاد. هذه الاله ديال الاخوان راه يعني مسدس رخيص رخيص بزاف، ما كيفوتش 74 دولار اي 75 يعني 750 درهم اي 75 الاورو. تفهمنا الاخوان؟ هذه الاله هذه اللي كتسمى مسدس السجاد كيخدم فقط غير بالخيوط، يعني يعني كتجبد واحد القماش خاص بالزرابي كتجبدو كما كتشوفوا هذيك الساعه نشوفوا الطريقه. المهم هذه الاله هذه موجوده في علي اكسبريس، موجوده في امازون، يعني موجوده في بزاف ديال المواقع. يعني الثمن اللي كنقول لكم الاخوان باش كيتباع تمايا الا بغيتي تدخلها للمغرب راه ضروري تقام عليك واحد شويه زايده، اولا يعني على حساب اللي سيت انت مي غادي تشري، ولا من الاحسن خذها من برا. يعني كتجي صراحه اله صغيره ماشي كبيره بزاف، هذه واخا تقدر تشريها وخصوصا يعني ما كتاخذ بزاف درات المال. هاد الاله هذه يقدروا يخدموا بها النساء والرجال. اذا اخوان كما قلنا لكم ما تنساوش تخلي لنا اللايكات لهذا الفيديو هذا وتدعمونا بالاشتراكات كما كنقول دائما يا اخوان، غير باش تحفزونا نستمر في المزيد ان شاء الله الاخوان. تفهمنا؟ اللايك ما تخسر والو عليه الاخوان. اذا كما شفتوا هاد الاله هذه كتخرج العجب المتعجب تبارك الله، شوفوا شنو كتخرج، كتخرج العجب المتعجب الاخوان. تقدر ترسم بها، تقدر يعني تقوم بالرسم على الزرابي، يعني مثلا تخرج اي شكل بغيتي، خصوصا الناس الفنانه اللي كيكون عندهم واحد الحس ديال الابداع راه هاد الاله هذه غادي تفيدهم بزاف الاخوان. يعني كتخرج بزاف الحوايج اللي يعني ما كما كنقولوا اللي ما تندمش عليهم. تفهمنا يا اخوان؟ وفيها نماذج صراحه كبار 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 بزاف، كما كتشوفوا الاله بسيطه وصغيره، يعني تقدر تجيبها من برا ما تخسر عليها والو، وكتخدم بالضو، يعني كتشارجها كتشارجيها غير بالشحن ديالها، كتشارجيها وكتخدم بها، يعني الشحن ضروري كيدوز واحد المده اطول. هذه الاله ديال الاخوان يعني كتعوض داك الالات السابقه يعني القدام اللي كتخدم بشكل يداوي. هذه الاله هذه يعني كتوفر عليك الوقت وكتوفر عليك حتى يعني الدقه، هذيك تعطيك واحد الدقه يعني رائعه الاخوان. وهاد الاله هذه تقدر تخرج بها العجب المتعجب، تقدر ترسم بها على الزرابي يعني السجاد اللي كيقولوا له باللغه العربيه، يعني بزاف ديال الاشياء كتقوم بهم هاد الاله هذه. تفهمنا الاخوان؟ والصراحه اللي عجبني فيها هو انها سريعه سريعه الاخوان، وفي نفس الوقت يعني كتخدم بحال اللي كطرز ولكن غير بالمسدس وكتخرج داك الشيء. يا سلام الاخوان، كما شفتوا معايا في المقدمه ديال الفيديو راه كتخرج شي حوايج اللي اي واحد يقدر يبدا بهم واي واحد يقدر يدير هذا المشروع هذا، خصوصا بالنسبه للنساء اللي كيقولوا راه ما كاينش الخدمه، وخصوصا اللي يعني الحصر العوان اللي عندهم اللي يعني الاراميل واللي عندهم الاولاد اللي خصهم يخدموا غير في الدار. هاد الاله هذه تقدر تعاونك في المشروع ديالك، وكما كتشوفوا كيجي معاه هذا الماشط هذا حتى هو راه مهم مهم بزاف. يعني المشروع صغير كامل متكامل غير في المنزل يقدر يعاونك انك ديفلوبي راسك الاخوان. تفهمنا؟ يعني صراحه رائعه بزاف. اللي عجبني فيها هو انها كتخدم بشكل يعني متقون الاخوان، وخصوصا يعني كتخدم غير بالخيوط، يعني الخيوط راه معروفين الخيوط، وهذيك الشبكه واحد لاطوال اللي كتجبدوا في ذاك الاطار ديال الخشب هذا كيكون فيه واحد المسام واحد التقابي، داك التقابي هو اللي كيدوز كيدخل فيهم الخيط. تفهمنا الاخوان؟ يعني من اللور ما كيكون كيبان لك والو، ولكن من القدام ديال السجاد او الزرابي يعني كيبان لك شنو كدير، يعني داك الديزاين كما غادي تشوف انا نبين لكم. تكمل معايا الفيديو حتى الاخر غادي نبين لكم في النهايه يعني حتى الناس راه كيقدروا يرسموا بهذا يعني بهذا المسدس يعني السجاد. يعني صراحه اللي يقدر يعاونك بزاف الاخوان، خصوصا بالنسبه كما قلنا النساء. والخيوط راه الكوب ديال الخيوط راه موجوده، هذه يعني موجوده الحمد لله في المغرب كامل وفي جميع الدول العربيه هذه الخيوط ديال السجاد. تفهمنا الاخوان؟ يعني هذوك تباعوا جمله ارخاص، ما كيفوتش واحد 20 درهم 30 درهم من اللون، كيكون عندك الالوان ويمكن لك التلاعب بالالوان يعني والاشكال يعني بشكل عادي، يعني بدون اي مشاكل. تفهمنا الاخوان؟ هذه هي الآلة صراحة اللي احنا دائما كنحاولوا نجيبو لكم افكار ومشاريع اللي تعود عليكم بالنفع الاخوان. احنا الهدف ديالنا هو تعيشوا الحرية المالية الاخوان، لماذا؟ كما كتشوفوا نماذج ويعني مختلف النماذج والاشكال اللي تقدر تخرجهم
هاد الاله هادي، وتقدر تخرجهم للسوق تبيعهم في السوق عادي، يعني خصوصا يعني الا كنتي تقدر تخرج بزاف تبيعهم بالجمله للناس، اولا تبيع بالديتاي بالواحده. شوفوا تبارك الله الطريقه ديالك كيفاش كتخدم، يعني شي حاجه اللي يعني محترمه الاخوان، ويعني كتواكب العصر ومعاصره، يعني تقدر تخدم بها الاخوان. تفهمنا؟ شوفوا الاخوان، يعني تقدر تخدم بها في الصالات، تقدر تخدم بها في المنازل الى غير ذلك. يعني هذه الاله هذه مربحه بزاف الاخوان. اذا بالنسبه للرابط الشراء انا غادي نخليه لكم في صندوق الوصف، يعني اي واحد بغى يشريها غادي نخليه له الرابط في صندوق الوصف، يعني رابط الشراء ديالها باش يدخل الا بغى يشريها الى غير ذلك. حنا بالنسبه حنايا اغلبيه متخصصين في عالم الطباعه والاشهر، يعني اي مواد او الات اللي مختصه بالطباعه غادي تلقاوها عندنا. اما بالنسبه للالات بحال هكذا راه حنا مجرد كنبغيو نشاركوا معكم اله اللي ربما تقدر تكون اننا يعني سبب باش نقضوا شي اسره يعني من البطاله او يعني شباب الى غير ذلك. فحنا هذا هو الهدف ديالنا، كنعملوا غير اسباب الاخوان. فهمنا؟ والكمال الكمال كيبقى لله، وانتم يعني هو كيبقى يعني الكمال عليكم نتوما اللي خصكم تخدموا في هذه الاله هذه الاخوان. شوفوا الاخوان صراحه ماشي شي حاجه اللي كثيره، وماشي شي حاجه اللي كتاخذ راس المال، راه تقريبا 1000 درهم تبدا بها المشروع ديالك. الناس اللي عندها ديك الخطاب تي اي سي ولا ما كاينش خدمه الى غير ذلك، راه كل شيء يعني يقدر يبدا بهذه المشاريع الصغيره. حنا الهدف ديالنا بهذه المشاريع الصغيره راه هذه ربما تقدر تكون انها السبب باش تقدر تنمي المشروع ديالك، يقدر يولي مشروع ضخم الاخوانيه، يقدر يولي عندك يعني عمال الى غير ذلك، يولي عندك شركه. راه بحاجه بسيطه كتكبر، راه عمرك ما تشوف شي واحد وصل راه انه جا ونزل على هذاك الشيء، لا ربما راه رجعتين يعني المسيره ديالو غادي تلقى انه بيدو راه تكرفص الى غير ذلك باش وصل لذاك المستوى اللي هو فيه. يعني راه المشروع باش كينجح خصو الصبر الاخوان. تفهمنا؟ إذن الحمد لله احنا بزاف ديال المشاريع، وكنفرح بزاف لان بزاف الاشخاص كيبداو مشاريع صغيره، والحمد لله قدروا يحققوا الحريه الماليه وقدروا يعيشوا يعني استقلاليين، وداروا شركه ديالهم حره. شوفوا الاخوان، يعني اله كنتمنى اي واحد يعني عجباته يقدر يبدا بها ويتوكل على الله وما يبقاش يعني جالس. فهمنا؟ يعني كاين ما يدار، غير في الدار الوقت اللي انت جالس تضيعو في التليفون تقدر تضيعو في واحد الخدمه اللي ان شاء الله تقدر دير منها مستقبل لراسك، ودير منها واحد الحاجه اللي تعود عليك بالنفع الاخوان، وتقدر تبيع هادشي هذا. راه موجود دابا بالنسبه للناس، اغلبيه الناس اللي كيسقسوني على الطريقه ديال التسويق، الطريقه ديال التسويق راه معروفه، يعني تقدر تخدم غير في المواقع التواصل الاجتماعي، في الماركت بليس، وكذلك في ابيتو، المهم اسماء ديال المواقع اللي كيقوموا بالبيع ديال راكم ديال المنتوجات راكم عارفين الاخوان، راه موجودين وبكثره. يعني ذاك الخطاب التئيسي ما عندناش حنا شعارنا هو الاحتكار المعلومه، وكذلك كنحاولوا نشاركوا معكم يعني اي حاجه اللي تقدر تفيدكم. اذا اخوان نتمنى تكون عجبتكم هذه الاله، الصراحه اللي رائعه جدا، واله بسيطه ولكن مردودها كبير. نتمنى تدعمونا بالشركات، ونتمنى تكونوا كتستافدوا من هذه القناه اللي قناه على المشاريع. شعارنا دائما هو نوض دير الخير راه العمر قصير يا اخوان. اذا نتمنى تكونوا كتستافدوا معنا. كان معكم هشام الدمج، مصمم اشهري، نتلاقاو فيديو قبيل ان شاء الله، نهاركم مبروك. تمام.